يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول القائل انتقل إلى مثواه الأخير وكذلك انتقل إلى رحمة الله؟ انتقل إلى مثواه، انتقل، نعم هو انتقل من الدنيا إلى الآخرة، وأما الأخير مثواه الأخير لا، ليس القبر هو المثوى الأخير، المثوى الأخير إما في الجنة وإما في النار بعد البعث من القبور. القبور إنما هي محطة مؤقتة، برزخ بين الدنيا والآخرة، فليست المثوى الأخير، سيبعث وينتقل إلى الدار الآخرة، إلى دار القرار، ولذلك تسمى دار القرار لأنها ليس بعدها انتقال. أما القبر فهو محل انتقال، وأما انتقل إلى رحمة الله فلا بأس بذلك، هذا من باب حسن الظن بالله والرجاء. نعم.